ونروح لمقاتل الأقباط من طالبي الطلاق وتصاريح الزواج الثاني اللي قرروا الاعتصام مرة تانية غدا الخميس، وده هيبقى للمرة الثالثة أمام الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لتجديد مطالبهم في عزل الأنبا بولا رئيس المجلس الإكليريكي وحل قضاياهم الشخصية المتعلقة بالطلاق وطالبي تصريح الزواج الثاني. أستاذ أيمن رمزي واحد من منسقي الوقفة قال إن وقفتهم غدا سوف تكون هي الأشد والأكثر حضورا لاستمرار المطالبة بحل قضايا الأقباط التي تجاهلها المجلس الإكليريكي لسنوات طويلة. وأضاف أن وقفتنا غدا للصراخ في وجه كل المجتمع لكي يتعامل إنسانيا مع مئات الآلاف من الأسر المصرية. هو بيقول مئات الآلاف، أستاذ رمسيس النجار بيقول هم 6000 7000 حالة. لكي يتعامل إنسانيا هذا المجتمع مع مئات الآلاف من الأسر المصرية أولا والمسيحية ثانيا التي تقف حائرة بين الكنيسة والدولة وتمارس الكنيسة أحكامها فوق أحكام المحكمة ولا تريد إنهاء معاناة مئات الأسر المصرية، ونحن نريد مقابلة قداسة البابا شنودة لتقديم ملفات الفساد وكشف الخبايا داخل المجلس الإكليريكي. من الأمس أستاذ أسامة اللي كان ضيفنا هو وميري بيصر على المداخلة وبيقول عندي كلام كتير عايز أقوله وانت ما اديتونيش الفرصة امبارح، أتمنى إن دي تكون إطلالة سريعة. أستاذ أسامة أهلا وسهلا بيك. أهلا بحضرتك أستاذ مؤتمر، مقابلة حضرتك ومحدثتك. ربنا يخليك. ايه تعليقك؟ بتقول لي امبارح الاب ليك بعض التعليقات على الاب فولا بتير. بدايه كلامي انا عايز اشكر حضرتك والقناه بتاعتك على نزاهتك وامانتك اللي كلنا ننحني بيها ننحني قدامك. بشكرك. لا يا فندم ده مش شكر، ده حق ربنا قبل ما يبقى اي حق حضرتك. بالنسبه لما اضافه القنص فلوباتير جميل ان ما حدش اتصل بالرئاسات الدينيه، الكلام ده عارف من الصحه تماما لان حصلت اتصالات ببعض الرئاسات الدينيه محدش رد، ومش في القناه بتاعت حضرتك ولا في البرنامج بتاع حضرتك بس، لا قبلها بعده ايام عملنا لقاء مع الاستاذه بسنت في اقباط متحدون. أيوة. كان مش الرد منهم ان هم اتصلوا بعديد من الاباء ولم حد وما حدش يرد. انا بعتذر لحضرتك بالنيابه ولكن بهو بدون قصاد الناس كلها نزاهه حضرتك بالله عليك عشان بس من المكالمة ما اتاخدش على انها رد. انا انت عارف الاب فلوباتير جميل صديق عزيز جدا جدا جدا، فالحكاية قول لي لو تعليق على مواضيعكم الشخصية. لا يا فندم، الاب فلوباتير امبارح قال ان دول اولادنا وليهم اسرار عندنا. ايه هي الاسرار اللي عندنا؟ احنا اسرارنا قلناها، احنا مالناش اسرار، هم اللي ليهم اسرار، الاسرار اللي احنا بوحنا فيهم على الفضائيات وهم اضطرونا ليها. الاسرار ده هي تزوير اوراق امين، تزوير اوراقي انا، تلاعب في مستندات المجلس الاكليريكي بالمستندات المتعدده للاستاذه مين، هي دي الاسرار اللي ممكن نروح بيها. احنا ما عندناش اسرار، احنا ما عندناش اي اسرار. اما بالنسبه لتعليقه بالنسبه للموضوع بتاعي اني اكيد نظر المحكمه ان ورقي يعني غير قانوني او مش متذكر التعليق بالظبط، فاكيد بان تصريح الزواج القمص او القس ميخائيل كاهن كنيسه العذراء بدرياس وهو على صله قرابه بالزوجه لم يسلمني تصريح الزواج. تمام سعادتك؟ ايوه. والرياسه الدينيه بتفرض عليه في تعليماتها ان هو يستكسبني على اقرار انا الشاهد انه هيمضي معايا يا فندم ان انا اكتب اقرار بعلمي باي سبق ليها سواء زواج او حاله صحيه او او او، والاقرار ده هو انا ما كتبتوش. تمام يا فندم؟ تمام يا استاذ اسامه. فين الاقرار؟ ما قدمهاش في المحكمه ليه؟ بالاضافه ان التحقيقات النيابه اقترح الكاذبين القمص ميخائيل والقس ميخائيل والقمص بولا وهيب اعترفوا ان هم قاموا بكل التعديلات وكل الاضافات بعد توقيعي، وده مخالف لتعليم الرئاسه الدينيه ومخالف للقانون بناء على الماده 74. انت يا استاذ معتزل لو عندك غلطه في شهاده ميلاد ابنك بدل فادي كتبتها نادي بتستكتب اربع بتوجه مذكره قانونيه لاربع جهات عشان يرضوا يخلوك تغير الحرف ده. فين المذكره اللي قدمها علشان يغير كل المهازل اللي في عقود الجواز ده؟ فين؟ ما قدمهاش للمحكمه. فين المذكره؟ طيب
ممكن نتوقف عند هذا الجزء، وبينضم لينا الصديق والاخ العزيز القمص في لوباتير جميل. اهلا وسهلا بيك للمره الثانيه وعلى التوالي، وسعيد جدا بمداخله حضرتك. اهلا بيك يا استاذ معتز. استاذ اسامه من الامس وهو يصر على المداخله وبيقول عنده معلومات يمكن تكون سمعتها معانا على الهواء، لو حابب ترد عليه. هو الحقيقه المعلومات ما فرقتش كثيره، باختلاف انه قال اسماء اباء الكهنه اللي شاركوا في اللي هو بيقولوا انه تزوير. انا بعتقد انه مكانه الرئيسي، وانا قلت الكلام ده امبارح، ايوه، انه اي مجالات فيها تزوير مكانها النيابه. مش اذا كان هو قدم بلاغ في النيابه والبلاغ حفظ، فاحنا لازم يعني نحترم حكم النيابه او القضاء. مش ممكن ان احنا من يعني البلاغ حفظ فاحنا مش عارفين هو حفظ ليه، هو مش عارف ولا احنا عارفين. انما هو وكيل النيابه احنا نثق فيه طبعا، قراره القانون. انما انا ما زلت بقول عند رايي ان هذه مناقشه هذه المشكلات ليس مكانها شاشات التلفزيون ولا البرامج التلفزيونيه. ما زلت عند رايي انه مناقشتها في قاعده بيننا وبين بعض، نتكلم ونفتح اوراقنا ونشوف اذا كان هناك حق. اما بالنسبه للاسرار، لا، انا باكد لحضرتك انه انا ما قلتش على بس على ميري وعلى الاستاذ اسامه ان عندنا يعني اكيد الملفات بتاعهم في داخلها اسرارنا. انا قلت بشكل عام جدا ان ملفات الاحوال الشخصيه تحتوي على كثير من الاسرار اللي لا يجب الخوض فيها بشكل علني. ما قصدتش ان ممكن يكون ملف الاستاذ اسامه احدهم او ملف مدام ميري احدهم، انما انا اتكلمت بصفه عامه. استاذ اسامه، برجو يا استاذ اسامه حضرتك في هدوء شديد جدا، انه الحق يمكن ان يؤخذ ولكن ليس من خلال التلفزيون. اذا كان هناك تزوير واتهامات بالتزوير فمكانها النيابه وتاخد حقك ثالث ومثالث، واحنا كلنا بنثق في رجال القانون. اذا كان في كلام حوالين يعني قرارات خاطئه اتخذت بعيدا عن التزوير، فبرضه الاسماء اللي حضرتك قلتها دي يمكن ان تقدم بيها مذكره لقداسه البابا وللمجلس الكريكي، مش المجلس الكريكي بتاع الاحوال الشخصيه، لا، المجلس الكريكي اللي بيحاكم الاباء الكهنه. يمكن ان حضرتك تتقدم واعتقد انه يتفتح على طول ويتحقق معاهم، واي كاهن بيخطئ ممكن جدا ياخد جزائه. احنا مش فوق العقوبات يعني، او مش فوق القانون. استاذ اسامه، ايه راي حضرتك؟ اولا انا ضبط الرد سجونه جدا مسلمين على علم بنزاهه السجونه، بس المجلس الفلوسي اقر بنفسه باعترافات الاب الكاهن ان هو مخطئ في عقله. الو، ايوه، سامعينك يا استاذ اسامه. واقر الاب الكاهن ان هو اخطا وان هو قام بالتعديل بعد توقيع. عمل المجلس الكريم ما عندناش الاباء الكهنه لغايه النهارده اللي زوروا في عقد جوازي لغايه النهارده في حياتهم الطبيعيه، هل في من ضحايا اخرى وقعوا تحت انيابهم وابرصهم؟ فين المجلس الكليريكي؟ عمل لهم مجلس الكليريكي؟ الو، سامعينك يا استاذ اسامه. معايا يا فندم. المجلس الكليريكي عمل لهم ايه؟ اعترف قصاد المجلس الكليريكي ان هو قام بالتوقيع بعد انا ما كتبت وي وي والكلام ده كله. عمل ايه المجلس الكليريكي؟ ساب الاثنين الكهنه يمارسوا حياتهم الطبيعيه جدا وضحايا اخرين يقعوا تحت ايديهم. فين المجلس الكليريكي؟ وجدير بالذكر يا فندم ان الملفات الوحيده على مستوى الدوله اللي هي ما فيش اي رقابه عليها ملفات المجلس الكليريكي. خش حضرتك اي محكمه، اي محكمه، تطلب صوره طبق الاصل من الورقه اللي موجوده جوه. المكان الوحيد على مستوى مصر اللي بيبعت افاده عما هو عنده كما هو يتراءى هو المجلس الكليريكي. اين الرقابه على مستندات المجلس الكليريكي؟ انا بخاطب وزير العدل وكل كل محقق اللي بيطالبوا بحقوق الانسان. فين حقوقنا؟ تاني حاجه، اتسابونا بيقول ان احنا نجلس في المجلس الكليريكي مع ابائنا. تمام، ابائنا كلهم لهم مننا حق الخشوع والطاعه، ولكن الخشوع ابتدى ببوس الايد وانتهى ببوس الجزمه، وده محقق ومثبوت من اللي قاله الاستاذ ميخائيل. ما بقاش اساسا هنا هو خشوع او طاعه، بقى اذلال وكسره نفس لرجل شرقي نزيه ومحترم ومعاه حق.
انا ابويا الله يرحمه لما كنت اوطي اجيب له الجزمه كان بيرفعني، ما كانش خليني ابوسها، مش يعني ما اعرفش، انا ما عنديش تعليق على بوس الجزمه اللي قاله مخيل دوت. انا مذهل، انا في حاله انهيار لما شفت مخيل بيقول ان هو بس جزمه نيافه الانبا بولا. معايا حضرتك؟ انا خايف احصل حد الخط. لا معاك وسامعك بمنتهى. المجلس الكفريتي لما عرف ان الاباء الكهنه اخطاوا في حقي عمل ايه؟ سابهم يمارسوا حياتهم الدينيه. طيب انت مش النيابه حافظت التحقيق فعلا؟ لا يا فندم، هقول بعد اذن حضرتك. ليا الشرف ان انا اعلق، ليا الشرف ان انا اعلق ان النيابه حافظت التزوير، النيابه حافظت التزوير قبل الثوره يا فندم. ايوه اديني فرصه اتكلم بعد اذن حضرتك. اتفضل. ولكن ثقتي في نزاهه الحكومه وفي نزاهه القضاء المصري ان بعد الثوره تختلف الامور، او ان لا وساطه ولا معارف ولا محاباه بعد ثوره 25 يناير، وانسى محاباه ولا وساطه. ليه؟ هو كان في كان في محاباه؟ ايوه يا فندم. انا مستعد انشر اوراقي على كل صميم السن. لو ما اعترفوش واصروا ان في تزوير متعمد، يعني انا يعني يرجعوا عليا كما هم عايزين. طيب يا فندم، في ماده في القانون 74 ما ينفعش يخش هي جوز ان حد يخش جوه المحكمه ويعدل في دفتر المحكمه ويقول في اعترافه في النيابه عدلتها مع نفسي، يعني ايه عدلتها مع نفسي؟ بس كلمه محاباه كلمه قويه بدون سند او دليل يا استاذ اسامه. انا ما عنديش دليل يا فندم، بل بالعكس في لقائي مع سعادتك انا قلت كلمتين في الاخر، افيدونا واغرسونا. فين القوة الذاتية اللي سمحت للأب الكاهن ده هو يخش المحكمة ويطلع الدكتور ويعدل فيه ويعترف وما يتعاقبش؟ لقد أله، لقد أله. ألو معاك يا اتفضل يا حبيبي. أستاذ معتز بعد إذنك، لأن الأستاذ تامر أعتقد إنه خد حقه في الفترة الأولانية وما قالش النهارده كلام جديد، يعني هو النهارده أنا كنت بنتظر أسمع كلام جديد، هو بيقول نفس الكلام. يا استاذ اسامه مكانك ليس شاشات التلفزيون، حاجه من اثنين، اما النيابه العامه تطعن بالتزوير اللي هي لم تنصفك فيما قبل، وانا باكد لحضرتك ان النيابه ما قبل ثوره 25 يناير هي النيابه العامه ورجال القانون لم يختلفوا، وارجو انه ده يكون متثبت يعني مثبت، لانه ما يصحش ان احنا نهين الجهه القضائيه رجال القانون، لان هم الحماة بتوع الشعب المصري في الفترة الحالية، ما قبل الثورة بعد الثورة، ما ينفعش ان احنا نتهمهم بالمحاباة ما قبل الثورة ودلوقتي اصبحوا لا، لو اصبحوا لا قدم حضرتك الورق من اول وجديد وخد حقك زي ما انت عايز، انما ما ينفعش ان احنا نطلق كل الاتهامات دلوقتي بدون اي مستند، يعني الجهه الوحيده المطلوب انها تحكم هي النيابه العامه، والنيابه العامه حافظ التحقيق، طب مطلوب نرد على ايه؟ صح يعني مطلوب نرد على ايه؟ ما لو النيابه العامه اصدرت حكم بحفظ التحقيق او قالت حفظ التحقيق، طب ايه المطلوب نرد عليه؟ يعني ما يبقى اكيد انت لم تستطع، لم تكن لديك الحجه اللي حضرتك عمال تتكلم بيها، ما كانش عندك الحجه انك تقنع النيابه العامه بصحة موقف. يرد على ايه صح الاب فولوباتير يا استاذ اسامه لما النيابه العامه حفظت؟ وعايز اغلق الموضوع بالله عليك، قول لي يرد على ايه؟ فندم؟ يرد على ايه؟ بيقول لك لما النيابه حفظت. يرد عليا في حاجات كتيره قوي يا استاذ ابونا، يا استاذ معتز، استاذ ابونا انا بكلم دلوقتي وزير العدل وكل من هو يناصف العدل في هذه البلد، ازاي فرد يخش المحكمه ويطلع دفتر ويعدل فيه بدون اجراءات رسميه؟ نشوف بقى المحاباه من موظف المحكمه، من مين نشوف مين اللي حابه وساعد في التزوير ده هو. استاذ اسامه شوف انا متوجه للقضاء علشان القضاء يبحث، وانا متوكل متاكد مليون الميه ان لدى القضاء ثوره 25 يناير هينصفني وهيجيب لي حقي. عايز تقول كلمه اخيره قبل ما اقفل معاك بالله عليك؟ لا يا فندم، احنا كلنا بننحني لحضرتك وللقناه بتاعتك بكل شكر وتقدير لنزاهه حضرتك ونزاهه اعلانك. بشكرك. وبشكر ابونا فلوباتير، وخدت شرف وبركه كبيره جدا ان انا عملت مداخله عليه، وباذن الله اطمع ان انا اخد شرف وبركه بمقابلتي عشان يطلع على المستندات
وقبل ان تنتقد الحكم فتبين الحق. بشكرك بشكرك يا استاذ اسامه. كلمه اخيره لو حابب ابو فلبتير. انا بشكرك يا استاذ، بس ارجو ان هذه الملفات، لانه فعلا ملفات فيها اسرار كثيره جدا، باكد لحضرتك. هو اكتر حاجه استفزته من امبارح اللي كان بيتكلم بسببها حكايه الملفات، بيقول لي يعني احنا ما عندناش اسرار وما قلناش حاجه، واحنا كده بقى شكلنا ان احنا عندنا حاجه غلط. هو دي اللي كانت مضايقاه. لا، في اسرار طبعا، دي ملفات يعني عمق الاسرار بتاعه حياه الناس. مش مهم هو، انا بتكلم عنه او عن غيره، هناك اسرار في الموضوع. ما دي علاقه زوجيه واستمرت سنتين ونص او اكثر او اقل، فاكيد فيها بعض الاسرار. فمن فضلك يعني انا مش شايف ان كان في ضروره للمداخله. انما انا بشكرك طبعا على سعه صدرك وانك بتعطي مساحه. انا لما لقيت الاحداث كمان بكره الناس بيقولوا ان الوقفه ستكون الاكثر قوه والاكثر حده بالامس، حبينا ان الدنيا تتلم قبل اي وقفات. انت عارف احنا البلد مش مستحمله. اكيد طبعا، اكيد فنحاول نحل، وانتم كلكم لكم مننا كل التقدير، تحاولوا تحل. احنا في ترتيب للقاء ان شاء الله يتم بيني وبينهم، وان شاء الله يكون عند حضرتك النتيجه بتاعته، يكون ليك السبق انك تعرف نتيجته. انما فعلا الامور زادت عن حدها في الاعلام، واحنا برضو ما زلنا محتفظين بضبط النفس، ولم نستطيع ان ننشر اي شيء او اي رد على اي ملف من داخل هذه الملفات، لاننا سنحفظ كل اسرار الناس. طيب بس انا ليا تعليق على كلمه الامور زادت حدها في الاعلام. في ايه؟ الاعلام هو اللي بيعمل لهم وقفه احتجاجيه؟ لا يعني انا بقول لحضرتك ان زاد قوي كميه الاتهامات اللي بلا مستند. يعني الراجل لو عنده مستند، لو عنده حكم النيابه، انما ما يجيش بورقه متصوره ويقول هو ده المستند. فين اصل وفين 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 حكم النيابه او حكم المحكمه ان فعلا في تزوير؟ لكن احنا متفقين انا وحضرتك في النهايه ان المشكله مصريه قبل ان تكون مسيحيه او مسلمه، لان في النهايه بيحصل حاله من الحالات دي بتثير بلبله البلد كلها. اب فلبتير، البلد كلها اللي بتدفع الثمن في النهايه لما يجي حد يبقى عنده مشكله ومش عارف يتصرف ازاي وينتقل لحاجه، وكلنا بندفع الثمن، بنقعد ليالي، وانت تعبت كتير بسبب حاجات زي دي. اكيد، بس القضيه دي قضيه شديده الخصوصيه. الزواج المسيحي يعني زواج يختلف كثيرا جدا في معطياته عن اي علاقه، فشديده الخصوصيه مش ممكن تناقش في وسائل الاعلام. طب حاولوا تعالجوها قبل ما توصل لوسائل الاعلام بالله عليك. ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا.